مثل ما حكينا بالفيديو الماضي، فالمنظور له عدة أنواع وعدة حالات. بهذا الفيديو رح نتعرف على عدة أنواع للمنظور ونشرح عنه شرح بسيط، ولاحقا حنفصل بكل نوع لحال ونشتغل عليه عدة أمثلة. بهذا الفيديو رح نتعرف على أنواع المنظور حسب عدد النقاط. فمثلا عنا منظور النقطة واحدة، وفي عنا منظور النقطتين، وهو غالبا أكثر استخداما في العمارة. وأيضا في عنا منظور ثلاث نقاط، وفي عنا منظور متعدد النقاط، ومنظور أربع نقاط وخمس نقاط، وفي أنواع تانية. بالنسبة للمنظور النقطة، فأولا نحن عنا خط أفق، والنقطة بتتوضع على خط الأفق، نحن بنحدد مكانها وبدنا إياها. خط الأفق يعني المكان أو مستوى عين الناظر، المستوى اللي أنا عم أطلع منه. بمنظور خط الأفق، في قاعدة بدنا نحفظها مهمة جدا، أن الخطوط العمودية بتضل عمودية، والخطوط الأفقية بتضل أفقية، والعمق بيتشرد لعند النقطة بخطوط بنسميها خطوط التشريد. والنقطة اللي حطيناها فينا نسميها نقطة الفرار، كل الخطوط بترجع لعندها وهي المرجع الأساسي بالنسبة لنا. تطبيقات منظور النقطة بنلاقيها جدا بالشوارع. جرب انت وماشي بالشارع تتخيل او تدقق بالشي اللي قدامك، فغالبا حتلاقي هالمثال واضح جدا. اذا بتسحب النقاط او بتسحب الابنية، فبتلاقي انه كله متجه باتجاه واحد، اللي هي النقطة اللي بتجي مباشرة للعين. من تطبيقات منظور النقطة هو المنظور الداخلي، كثير بنستخدم فيه منظور النقطة واحدة، أو حتى مثل ما حكينا ممكن منظور خارجي يكون لنقطة واحدة. بنلاحظ كيف الخطوط كلها عم تتجه لعند النقطة اللي هي على مستوى النظر تبعنا. أما بمنظور النقطتين، فأنا بكون عندي نقطة على اليمين ونقطة على اليسار. منظور النقطتين أنا بكون عم اتطلع بشكل مائل باتجاه المبنى، عم اتطلع على الزاوية، فأنا شايف جهتين. حاول بمنظور النقطتين أني اطلع هي الجهة وهي الجهة، وإله عدة حالات حسب عين الناظر. الخط اللي عم اتطلع عليه أو الخط اللي بالزاوية فيني اسميه الخط المرجعي أو الخط الأساسي بالنسبة إلنا، وهذا الخط بسحبه مرة عند النقطة اللي على اليمين ومرة عند النقطة اللي على اليسار، لحتى يتشكل عندي القسم الأول اللي هو على اليمين والقسم الثاني اللي هو على اليسار، حتى خطوط الأرض كلها بتشرد لعند النقاط. بمنظور النقطتين أنا ما عاد ضل عندي خطوط أفقية مثل منظور النقطة واحدة، الخطوط الأفقية صارت خطوط مائلة مسحوبة لعند النقاط. ضل عندي الخطوط الشاقولية فقط، بتضل شاقولية. هاي مثال على منظور النقطتين. بنلاحظ الكتلة إذا بنسحب خطوطها فهي رايحة باتجاه اليمين وباتجاه اليسار، وأغلب المناظير المستعملة بالعمارة هي منظور نقطتين. وأيضا في عنا مناظير أكثر من نقطتين، مثلا في عنا منظور ثلاث نقاط. أنا هون بفرض عندي النقطتين نفسهم تبع منظور النقطتين على اليمين وعلى اليسار، وبكون عندي نقطة يا أما فوق أو تحت، كمان أنا بتحكم وين بدي إياها وين المكان تبعها. هذا المنظور بفترض اني انا عم اطلع على بناء عالي مثلا من فوق او من تحت. بهالمثال اللي عم اشتغله، فانا عم اطلع من تحت مثلا على برج قدامي او بناء مرتفع. وغالبا اذا بستعمله باستعمالات تانية مثل بناء طابق او طابقين، فحيطلع المنظور مشوه جدا. المنظور ثلاث نقاط، فانا ما عاد ضل عندي لا خط افقي ولا خط عمودي، صارت الخطوط عم تتشرد كلها لعند النقاط الثلاثة، نفس مبدأ منظور النقطتين، إلا أنه هون زاد عندي النقطة اللي هي فوق الثالثة. مثلا بنلاحظ بهالمنظور كيف أنا عندي ثلاث نقاط والخطوط كلها ذهبة على اليمين وعلى اليسار ولفوق. بإمكاننا إذا عم نطلع على الأبراج أو الأماكن عالية بنلاحظ نفس الشيء. من المناظير المهمة كمان اللي لازم نعرفها هي منظور متعدد النقاط. غالبا كتير كتل ما بتكون خاضعة لقواعد المنظور حرفيا المتعارفة عليها، منظور نقطة أو نقطتين أو ثلاثة.
وهذا شيء طبيعي. إذا كان عندي كتلة مائلة أو عنصر مائل بالمبنى فهذا ما حيخضع لقواعد المنظور النقطة أو النقطتين. فهون بنلجأ لأنه نضيف نقاط أيضا بتكون على مستوى خط الأفق. بهالمنظور لازم نحكي ملاحظة مهمة جدا حكينا عليها بالفيديو السابق، انه انا ما اكتفي فقط اني احفظ قواعد المنظور كواحد او اثنين وبس، لان غالبا في كتل ما حتخضع لقواعد المنظور حرفيا مثل منظور متعدد النقاط. فانا اذا فهمان الفراغ وعرفان شو الشكل بدي ارسمه وحاصل اتخيله فهالشي حيساعدني اني ارسمه، بينما اذا ماني عرفان فغالبا احس انه الكتلة مشوهة وما اعرف شو بدي اعمل. فهي ملاحظة مهمة جدا لازم ناخذها بعين الاعتبار. بهي الرسمة بنلاحظ كيف انه المنظور له اكثر من نقطتين وثلاثة، فكل قسم من هاي الكتلة هو خاضع لنقطتين لحال، وهالشي طبيعي لانه البناء كله فاتل. وايضا في عنا انواع مناظير ولو كان استخدامها قليل فحنحكي عليها، مثلا منظور 4 نقاط او منظور 5 نقاط. بمنظور 4 نقاط انا بفرض انه عندي الخطوط صارت انسيابية كلها، فانا هون تشكل عندي نقطتين على خط الافق ونقطتين على خط الشاقول، وبسحب خطوط انسيابية من النقطة اللي فوق للنقطة اللي تحت حيث يتصل النقاط الاربعة سوا، وانا هون بضل بشرد العمق لعند النقطة اللي على اليمين والنقطة اللي على اليسار. منظور 4 نقاط و 5 نقاط استخدامهم قليل وغالبا حتطلع الكتلة عندي مشوهة، الا انه انا منظور نقطتين و 3 نقاط او حتى منظور النقطة دون مناظر كافية انه يطلعوا لي اي فكرة بدي اياها. منظور 5 نقاط انا هون صار في عندي كمان ايضا نقطة بالنص ممكن لاقي بالشارع المثال كيف بيطلع، هو اقرب لعين السمكة ممكن نسميه. اذا وصلت لنهاية الفيديو فانت غالبا مهتم بالرسم وبالعمارة، لهيك في تطبيق نحاول نشتغل عليه من هون الاسبوع القادم، واللي هو انه نحاول نطلع وندقق بالنظر للاشياء اللي حوالينا. واخيرا إذا لقيت الفيديو مفيد وممتع بتمنى تشاركه مع الناس المهتمين ومع رفقاتك لحتى يصل العمل لأكبر قدر ممكن من الناس. والسلام عليكم.